المارد الأحمر على موعد مع كتابة تاريخ جديد خلال مواجهة الزعيم العناوي في كأس الفيفا انتركونتيننتال من أجل التتويج بالكأس الأفرو أسيوية. انتظرونا الليلة مع الكابتن محسن صالح والكابتن هاني رمزي والكابتن أسامة حسني في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي بطل إفريقيا مع العين الإماراتي زعيم أسيا في كأس الانتركونتيننتال على قناة الأهلي.